طيب ال اي اس تي هيفتح 7 نوفمبر الجاي. طيب ال اي اس تي ده هو بيبقى ال اي اس تي ده بيبقى في مصر، تمام. كمان الشركات بتبقى عامله زي ورك شوب بتعرف فيها عن التكنولوجي اللي هي وصلت لها، وبتعرف فيها عن السيرفيس اللي هي بتقدمها. ممكن تروح تحضر المحاضرات دي وتستفيد. يعني بيبقى في شركات الانترناشنال وشركات اللوكال. طب لو انت طالب يعني خريج كمبيوتر ساينس او نظم معلومات او ليك علاقه بالاي تي او انفورميشن تكنولوجي بشكل عام، يعني في شركات يعني من دون ذكر اسامي تقدر ان انت تقدم فيها كانترنشيب، وتديك تريننج لمده 3 شهور او 9 شهور على حسب يعني الشيفت كارير، او تتفق معاهم الدنيا فيها ايه يعني. وكمان المعرض بيبقى فيه اخر التكنولوجي اللي وصل ليها الشركات مثل زي هواوي وسيسكو. يعني بيبقى فيه هناك شركات سيرفيس بروفايدر، وفي شركات بتبيع ال بيبيع في شركات صيني بيبيع الكابلات الفايبر وحاجات تانية كتير. يعني روح هتتعرف هناك على ناس جديدة يعني، وعلى ثقافات يعني ناس جديدة وعلى تكنولوجيا جديدة. أشوفكم هناك. سلام. السلام عليكم. الـ ICT هيفتح 7 نوفمبر تدريبات زي IBM مثلا. لو اللب ده طلع صوته في الفيديو هزعل. بس ماشي.